الإدعاء السويدي يوجه رسمياً الاتهام إلى قاد إيراني سابق لمشاركته بإعدام الآلاف من سجناء المعارضة. وسط أنباء عنية أمريكية لتخفيف بعض العقوبات عن إيران، مدير CIA في إسرائيل طمأنة تل أبيب. على غرار لبنان، ميليشيا الحشد تحرض على الناشطين المدنيين وتصفهم بأنهم عملاء لسفارتي واشنطن ولندن. عون ينفي طلبه نصف عدد وزراء الحكومة الجديدة، وميقاتي يزوره للمرة السابعة دون نتيجة. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من استوديو الحدث، ساعة نفتح فيهما أهم الملفات ونتناول تحليلا أهم الأحداث. انطلقت صباح اليوم في ستوكهولم محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري الضالع في مجازر لتصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 88، كثيرون منهم أعضاء بمنظمة مجاهدي خلق في إيران. وفقا للإدعاء السويدي، فقد اتهم المدعون العامون السويديون نوري بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار. وفي حال تمت الإدانة، فإن المسؤولية قد تطال كذلك الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، الذي كان عضوا بارزا في اللجنة التي أقرت الإعدامات. أفادت مراسلة الحدث بأن محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في ستوكهولم قد تستمر حتى أبريل المقبل بسبب طول قائمة الشهود وعريضة الاتهام التي تصل ل 8000 صفحة. جلسة اليوم استهلت بقراءة ممثلة الادعاء العام لائحة الاتهامات الموجهة لنوري، الذي كان موجودا داخل قاعة المحكمة ويستمع للتهم الموجهة إليه. لائحة اتهامات نوري تضمنت التورط في تنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء منظمة مجاهدي خلق عقب الحرب الإيرانية العراقية، مشيرة إلى أن الخميني وقتها أصدر أمرا بإعدام السجناء السياسيين الذين ينتمون للمنظمة. لائحة الاتهام كشفت عن أن حميد نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لصالات الإعدام، منفذا بذلك أوامر لجنة الموت المشكلة من 4 قضاة من بينهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي. من ستوكهولم تنضم إلينا الزميلة راغدة بهنام. راغدة، مرحبا بك معنا في الساعة الأولى من استوديو الحدث حتى اللحظة حول المحاكمة، ما المعلومات الجديدة التي يمكن أن تطلعينا عليها راغدة؟ أهلا بك. يعني هي تستكمل الآن هذه الجلسة التي انطلقت منذ الصباح، كان هناك يعني فترة استراحة صغيرة قبل قليل، يعني والآن قبل بضع دقائق هي تستكمل. من يتحدث هو أيضا ممثلة الادعاء العام التي بدأت يعني في بداية الجلسة بقراءة التهم الموجهة لحميد نوري. هي الآن على ما يبدو تسرد النظام السياسي في إيران، تسرد أيضا الوضع السياسي الذي سبق الحرب الإيرانية العراقية، وأيضا يبدو بأنها تعطي تعريف عن جماعة مجاهدي خلق الذين استهدفتهم هذه الإعدامات بشكل أساسي. لذلك يعني هي بدأت الآن بهذا التعريف التاريخي والسياسي لنظام إيران. كما ذكرت يعني قبل قليل في مطالعتها الصباحية أو مطالعتها الأولى، كانت قالت بأن حميد نوري يأخذ أوامره مباشرة من لجنة الموت. هي قالت هذا الأمر رغم أن لجنة الموت هي يعني تسمية حصلت عليها اللجنة المؤلفة من 4 قضاة، كان بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي. هي اللجنة التي كانت تستجوب السجناء بشكل سريع، تطرح عليهم 4 أسئلة قبل أن تعطي بحقهم حكم الإعدام. لذلك يعني كان ملفت بأنه الادعاء العام تبنى هذه التسمية وقال بأنه لجنة الموت التي يعني تأسست بناء على فتوى من الخميني هي التي كانت تعطي هذه الأوامر التي يأتمر بها
حميد نوري. أيضا علمت من يعني مراسلنا الذي هو في الداخل يعني يراقب مجريات هذه الجلسة بأنه حميد نوري نفسه هو يشارك في هذه الجلسة، وصل منذ الصباح مكبل الأيدي، أيضا يعني ذقنه كانت طويلة، ترك ذقنه تطول في يعني فترة إقامته في السجن، هو يعني هو ينتظر بدء محاكمته في السجن منذ إلقاء القبض عليه في أكتوبر عام 2019، يعني قرابة 22 شهرا هو موجود هنا في السجن في السويد، ودخل وجلس في المكان المخصص له إلى جانب محاميه، لم يتحدث إلى المحكمة، القاضي لم يتحدث إليه، لم يسأله أي شيء، لم يطلب إليه تأكيد اسمه ولا هويته ولا أي شيء، بدأ على الفور بالكلام مع المدعي العام. أيضا يعني كان ينظر على ما يبدو إلى الحضور الذين كانوا بمعظمهم في القاعة الرئيسية لهذه المحاكمة، كانوا بمعظمهم من الصحفيين، كان هناك شاهد واحد موجود في القاعة الرئيسية الذي هو الشاهد الرئيسي إيراج مصداقي، هو الشاهد الرئيسي في هذه القضية، وهو كان استدرج حميد نوري للقدوم إلى السويد، ويعني دبر هذه القضية، جمع الأدلة ويعني دبر القضية مع محامين بريطانيين وسويديين ضده. يعني دخل بحسب ما فهمت ونظر إلى الحضور، نظر إلى إيراج مصداقي، لم تبدو عليه يعني الكثير من ردود الفعل عندما كان يقرأ الادعاء العام، كل هذه التهم الموجهة ضده، ولكنه بدا يعني خائفا نوعا ما، لم يبدو واثقا كثيرا من الذي يدور حوله، يعني لم يكن يعني علاماته بدت وكأنها تظهر بعض الارتباك شيئا ما حول ما يدور حوله. لذلك الآن هو عاد إلى القاعة مجددا مع القضاة، مع المدعين، مع المدعي العام، مع المحامين أيضا والصحفيين الذين هم في داخل القاعة، والادعاء العام عاد ليكمل، أو ممثلة الادعاء العام عادت لتكمل الآن قراءة هذا الملف الطويل، مقتطفات منه في الواقع من هذه القضية التي يعمل عليها منذ قرابة العامين تقريبا. طيب، والآن الأخبار أن هذه المحاكمة قد تمتد حتى أبريل القادم راغدة، ما تفاصيل ذلك؟ هي ربما تمتد أكثر من ذلك في الواقع أو أقل من ذلك، ولكن الجدول الأساسي الذي نشرته المحكمة هو بأنه هذه المحكمة ستستمر بجلساتها 3 جلسات أسبوعيا بين اليوم وبين شهر أبريل المقبل، بالاستماع لقائمة شهود ويعني قائمة أشخاص متورطون في هذه القضية، إن كان من ليس فقط مدعين ولكن أيضا من يعني أشخاص آخرين، من محامين ورجال شرطة ربما ساعدوا في إلقاء القبض عليه وما إلى ذلك، سنستمع إليهم كلهم بحسب هذه الأجندة الموزعة مسبقا والمتفق عليها حتى الآن. يمكن أن تقصر يعني أقل من المتوقع في حال كانت الشهادات أقصر من المتوقع، أو يمكن أن تطول أكثر في حال كانت الشهادات أطول، ويعني في حال وجد القاضي بأنه يجب أن يتم تمديد مثلا الاستماع لشهادة شخص ما، يمكن أن يعطيه يوم إضافي وبالتالي تزيد مدة هذه المحاكمة. حتى الآن مجدول يعني بحسب هذا الجدول الذي وزع علينا، مجدول الاستماع لحميد نوري شخصيا على مدى 3 أيام في شهر نوفمبر المقبل. ربما لن يستغرق أو ربما لن يتحدث حميد نوري هذه الأيام الثلاثة المخصصة إليه، ربما يتم تحويلها إلى يوم أو ساعة، في حال يعني قرر كما قرر أنور رسلان الضابط السوري الذي يحاكم بجرائم ضد الإنسانية في ألمانيا بأن يتحدث فقط عبر محاميه، في حال قرر حميد نوري أن يتلو محاميه بيان عنه فقط تنتهي يعني شهادته في خلال دقائق معدودة. نعم. لأنه حتى الآن كما ذكرت سابقا هو ما زال ينفي بأنه يعني ينفي هذه التهم، ينفي بأنه الشخص الذي هو متورط في هذه الجرائم. في حال قرر الدفاع تغيير هذا الدفاع والاعتراف بأنه هذا هو الشخص نفسه، يغير دفاعه وربما يقرر حميد نوري أن يتحدث، نستمع إليه يعني عندها في نوفمبر المقبل، وهي شهادة. نعم راغدة، ينتظر ذوو الضحايا هنا ينتظرها بالكثير من الصبر لمعرفة تفاصيل ما حصل على الأقل ولمعرفة تفاصيل ما يحصل الآن داخل قاعة المحكمة. أنت باقية معنا في الساعة الثانية من استوديو الحدث، الزميلة راغدة بهنام حتى اللحظة، شكرا جزيلا لك. رئيسي
في تسريب صوتي لجزء من التحقيق السويدي مع القاضي الإيراني السابق، حاول حميد نوري التهرب بشأن علاقة بريد إلكتروني يحمل اسمه مع مراسلة وصلت إلى بريد معارض إيراني كان في السجن الذي اشتغل فيه القاضي الإيراني حميد نوري. En fråga som jag undrar lite grann om din e-mailadress. Kan du säga vad du har för e-mailadress? Jag har aldrig använt e-mail. Varit när bodam? Jag var inte så kunnig på det. Att Gmail, jag e-mail, jag Gmail nådosta. Jag hade varken e-mail eller Gmail. البته پسرم برای من یه آدرس درست کرده بود. من مین سون هده اورنات 500 سون هر آدرس ایمیل آدرس. ولی من هیچ موقع استفاده نکردم. شاید یک بار یا دو بار تر این در 20 ساله فقط یاد بگیرم که هیچ موقع هم یاد نگرفتم. Du har en e-mail adress som jag hittat i din telefon. Och den heter hamidnouri1961@gmail.com. روى أصغر مهدي زادة أحد شهود العيان على مجزرة عام 88 تفاصيل عمليات الإعدام التي تمت داخل السجون والمعتقلات الإيرانية ودور حميد نوري في تنفيذ عمليات الإعدام. 18 مرداد بود نشسته بودم. في الرابع من أغسطس عام 1988 كنت جالسا في ممر الموت، جاء أحد الحراس وناداني ودخلنا قاعة الإعدام الكبيرة ورفع الحارس العصبة عن عيني وابتسم لي ابتسامة ساخرة. فجأة شاهدت أمامي 12 شخصا واقفين على الكراسي وحول أعناقهم حبال الإعدام، وكذلك كان أمامهم عدد من جثث المجاهدين على الأرض. دخت وأصبحت عيناي سوداء وقلت: يا إلهي، ما هذا الذي يجري هنا؟ فبدأ هؤلاء يهتفون: الموت لخميني، التحية لرجوي، تحيا الحرية. وكان عناصر الحرس في حالة ذهول، فصاح ناصريان مخاطبا داود لشكري وحميد نوري والحراس: لماذا تقفون هكذا؟
ثم ذهبوا إلى السجناء وبضرب الأقدام سحبوا الكراسي من تحت أقدامهم وألقوهم على الأحبال. عندما وصلوا إلى الشخص الرابع أو الخامس صرخ السجناء بصوت أعلى وقالوا تحية للمجاهدين الله أكبر، وألقوا بأنفسهم وطاروا. فقدت توازني ولم أفهم ماذا حدث بعد ذلك. كشف سجين الإيراني السابق إيراج مصداقي كيفية استدراج القاضي الإيراني حميد نوري إلى السويد، مؤكداً أنه لم يتوقع أن تتحول رحلته السياحية إلى السجن مباشرة. Hamid Nouri is one of his relatives, his former relative, his husband of his stepdaughter. He helped us and we were working together on the case. Then he wanted to have a luxury journey. We made it for him, and therefore he came to Sweden and he was arrested. He didn't know that who is behind the plan. He didn't have any idea about that. Just he thought that he's coming to Sweden to have a very good journey. He thought that he will go on boat to Finland and then he will go to Barcelona and Milan, and then he will go back to Iran. He didn't know that what will happen in Sweden. من ستوكهولم ينضم إلينا سيد سنار برق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. مرحبا بك معنا سيد زاهدي إلى استوديو الحدث، ولتطلعنا على تفاصيل أوفى حول كيفية بداية هذه التحركات وصولا إلى محاكمة حميد نوري الآن في ستوكهولم. نعم، بعد تحياتي لكم وإلى جميع مشاهدي قناة الهدف. كما ترون اليوم كان هناك بدأت أولا المحاكمة منذ السابعة والربع صباحا، ودخل القضاة إلى غاعة المحكمة وأيضا المحامين وأيضا الشكاة. وكما تعرفون أن أغلبية شكاة هذه القضية هذه المحكمة هم من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، وعدد كبير منهم أحد عشر منهم هم ساكنين في ألبانيا في أشرف الثالث، فطبعا لا يمكن لهم المشاركة حضوريا في هذه القاعة، لكنهم أيضا يسمعون إلى المحكمة من هناك. فاليوم أيضا كما ترون جاء إلى هنا مئات من أنصار مجاهدي خلق في السويد أيضا لأن يعربوا عن تأييدهم لمجريات المحكمة ولضرورة إدانة حميد نوري. وأعتقد أن هذه الحالة تشير إلى واقع مهم في التاريخ الإيراني، بأن خميني لما أصدر الفتوى في عام 88 بهدف القضاء على حركة مجاهدي خلق نهائيا، فقاموا بإعدام أكثر من 30,000 منهم وطبعا مجموعة من رفاقهم في السجون، لكن لم يستطع خميني من تحقيق أحلامه الشريرة، بل كما ترون حركة مجاهدي خلق تنمو أكثر فأكثر. وهذه القضية يعني قضية حرية أبناء الشعب الإيراني، قضية تحرير إيران، ما زالت بأيدي مجاهدي خلق وهم يعملون في هذا المجال، كما أن مآغل الانتفاضة اليوم داخل إيران والانتفاضات التي تحدث في داخل إيران، هذه الانتفاضات أيضا هي استمرار للقضية التي رفعها هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم. سيد زاهدي، لماذا حميد نوري 1988؟ ما أهمية الرجل في هذه اللجنة؟ نعم، والتي لم يكن عضوا فيها ولكن شاهد وإن صح التعبير عنصر تنفيذي فيها. أحسنتم، يعني هذا الكلام دقيق. حميد نوري تعرفون في أولا سجن جوهرداشت، هناك كان في طهران سجنان، سجن جوهرداشت وسجن إيدين. السجن الرئيسي في طهران
والذي تمت فيه إعدام آلاف كان سجن إذين بالغرب من مدينة طهران. سجن قهرداش بالغرب مدينة كرج كان فيه أيضا عدد كبير، مجموعة كبيرة من السجناء السياسيين، وكانت هناك لجنة الموت التي كانت تنظر وكانت تحكم السجناء في سجن إذين وكان في سجن قهرداش كانت لجنة واحدة. هذه اللجنة كان مكونة من حسين علي نيري، مصطفى بور محمدي، وأيضا مرتضى إشراغي، وفي نفس الوقت إبراهيم رئيسي. إبراهيم رئيسي الذي هو أصبح اليوم رئيس نظام خامنئي هو أيضا كان عضو ثابت في لجنتين، في لجنة إبين وفي لجنة قهرداش. فأيضا تحت هذه اللجنة كانت هناك ثلاث أشخاص: محمد مغيسي ناصريان، كان اسمه ناصريان آنذاك، وبعدين داود لشكري، والرجل الثالث في هذه المجلة التنفيذية كان حميد نوري. كما تفضلتم، حميد نوري لم يكن له دور كبير، لذا نحن نطالب والإخوان والأنصار المقاومة هنا خلفي هم أيضا يطالبون بأن هذه الحملة التي بدأت من عام 2016 بشكل خاص، طبعا حملة المغاضاة كانت منذ أن حدثت هذه المذبحة، من مجاهدي خلق كانوا يعملوا في هذا المجال، لكن خاصة من عام 2016 عندما دعت السيدة مريم رجبي لإحياء حركة المغاضاة، فأخذت هذه الحركة مداها في مختلف داخل إيران وأيضا لا مختلف الأصل داخل إيران وخارج إيران. وهذه الحملة تدعو إلى ضرورة محاكمة المجموعة الحاكمة في إيران الذين هم كانوا متورطين في هذه المذبحة الكبرى، ابتداء من خامنئي ورئيسي وإيجي وغيرهم من كبار المسؤولين في هذا النظام. وكما تعرفون أن هذا النظام بني منذ اليوم الأول وحتى الآن على القتل وعلى المجزرة. تركيبة النظام الحالي هي نظام المجازر. لم يكن من الصدف أن إبراهيم رئيسي أصبح الرئيس. ما عند إبراهيم رئيسي أي خلفية دراسية، أي خلفية حتى للنظام إلا الجرائم والمذابح وارتكاب المجازر. أنتم تعرفون أن هذا الرجل نعم. كان متورط في مذبحة الكوبا طيب. في عام 88. اسمح لي فقط سيد زاهدي بالمقاطعة للاستفسار عن نقطتين. يعني هيئة الدفاع تبني الحجة على أن الموجود ليس هو حميد نوري أو أنه كان حميد عباسي، هذا حميد نوري، يعني عدم تطابق الهويات، هذه نقطة. النقطة الأخرى حول البناء القانوني لهذه المحاكمة حتى. نعم، أولا حميد نوري وحميد عباسي شخص واحد. هناك عشرات من الناس الذين كانوا في السجن يعرفونه جيدا بكل تفاصيل، لم يتغير حتى ملامح الرجل كثيرا، تعرفوا عليه الرجل. كلهم يعرفونه بالصوت وبالصورة. نعم، وتعرفون أن هناك عدد كبير أيضا من الناس الذين كانوا في ممر الموت وأيضا كانوا أمام لجنة الموت في سجن قهرداش لم يدخلوا حتى هذه المحكمة. لماذا؟ لأنهم النيابة العامة أعلنت أن لديه ما يكفي من الشهود ومن الأدلة. الإخوان الذين هم في ألبانيا في أشرف الثالث أيضا في فرنسا وفي ألمانيا هم أيضا موجودون، هم أيضا كانوا في هذا الممر في هذه اللجنة، وهم يعرفون حميد نوري وإبراهيم رئيسي شخصيا، يعرفون ويعرفون أنهم كانوا هناك. لا شك أن في تشخيص الهوية ما عنده أي شك. بالنسبة لهذه المحكمة، أنا أعتقد أن هذه المحكمة سيحكم على حميد نوري. لا شك أن حميد نوري سيدان في هذه المحكمة، وأنا أتوقع أن إدانته أيضا ستكون إدانة شديدة، لأن من الواضح بمكان أن هذا الرجل كان متورط في المجازر. هذا الرجل كان يختار الناس الذين أدينوا في اللجنة بالإعدام، هو الذي كان يذهب بهم إلى ساحة الإعدام، وهو الذي يضع الحبل على عنق السجناء المظلومين، وهو الذي أحيانا كان أيضا كان يربط نفسه بالسجين حتى يلفز أنفاسه الأخيرة بسرعة. يعني أقصد أن هذا الرجل قاتل بكل ما تعني الكلمة، لكن من الواضح مكان هو رجل تنفيذي، رجل إجرائي. طيب، المهم الآمرين، هذه المحاكمة بالضبط هي لرجل تنفيذي. ماذا عن أعضاء هذه اللجنة الذين هم اليوم رئيس إيران، مستشار رئيس إيران، ورئيس السلطة القضائية، وإن كانت الحصانات السياسية تعرقل أي ملاحقات بحقهم؟ نعم، هذا صحيح. يعني تعرفون أننا بعدما بدأت حملة المغاضاة كما أشرت، نحن قمنا باستقصاء أكثر من 100 شخص من أعضاء لجان الموت في مختلف مناطق إيران، لأنكم تعرفون أن هذه اللجان تشكلت في كل المحافظات الإيرانية بأمر مباشر من خميني، ليس فقط في طهران.
لأن 30,000 من المجاهدين هم الذين عدموا ليس فقط في طهران لوحدها، بل في اصفهان وفي تبريز وفي شيراز وفي مشهد وفي ايضا المحافظات وحتى في المدن الصغرى ايضا كانت هناك لجان موت. كما اننا استطعنا من كشف النقاب عن المقابر الجماعيه في مختلف مناطق ايران، اعلنا ذلك. يعني هذه الحمله اللي اشرت اليها يعني عملت في داخل ايران على كشف حتى اسماء الشهداء، اسماء جديد جدد من الشهداء، واستطعنا من نشر اسماء اكثر من 5,000 من المجاهدين فقط الذين قتلوا في هذه المذبحه. كما ان في الخارج انتم تعرفون نحن اقمنا معارض في مختلف المدن الكبرى في العالم. اخيرا كانت هناك معرض امام الكونغرس الامريكي قبل ايام، كما ان هناك معارض كانت في باريس في لندن في برلين في مختلف المناطق. هناك ايضا اصدرنا كتب وتحقيقات وبحوث عن هذه المجزرة، كما أننا تشكلنا. طيب، يعني هل أفهم أنكم بصدد تحركات قادمة، ملاحقات قادمة أو تتعلق بعناصر تنفيذية أخرى كانت تتبع للجنة الموت؟ لا شك نحن بدأنا منذ 33 عاما هذه الحملة، وسنواصل هذه الحملة. مجاهدين خال مصرون على استمرار قضية هؤلاء الشهداء، وسيستمرون في هذه الحملة. وهذه الحملة لا يمكن إلا أن ننجح في مثول خامنئي وإبراهيم رئيسي والآخرون من كبار المسؤولين في هذا النظام أمام المحاكم الدولية أو أمام محكمة في إيران، محكمة الشعب الإيراني بعد سقوط هذا النظام. هذا هو مسير هذا النظام. هذا النظام ربط نفسه بالمجزرة وبالمجزرة عام 88، ونحن أيضا نرى أن هذه الحقيقة هي الكبرى، هذه المعركة الأكبر معركة بين المغامرين وبين هذا النظام. فمسير هذا النظام أيضا مربوط بهذه المجزرة، لذا نرى أن بهذا السبب بالذات جاء بإبراهيم رئيسي ليكون رئيسا لنظامه. طيب، معناه أن هذا النظام أيضا اختار هذا النهج، ونحن سنسير في هذا النهج حتى مثول خامنئي وإبراهيم رئيسي وإجئي وغيرهم من كبار المسؤولين في هذا النظام أمام المحاكم العادلة إن شاء الله. ونحن نتابع معكم بالتأكيد هذا الملف، هذه المحاكمة وارتداداتها كذلك. من ستوكهولم السيد سنا برق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحة. في استوديو الحدث أيضا بعد قليل، بلومبرغ تؤكد أن واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات عن طهران مؤقتا مقابل تجميد أعمالها النووية الاستفزازية. نزلنا من القصف ونزلنا من الطيران والحجينا هين. سال الركام يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. Thank you.
أهلا المشاهدين من جديد. أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بشكل مؤقت مقابل تجميد طهران أعمالها الاستفزازية في المجال النووي. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة بأن المسؤولين الأمريكيين يراجعون خياراتهم بشأن إيران بعد فشل شهور من المباحثات في التوصل لاتفاق نهائي يحيي الاتفاق النووي. المصادر أضافت أن واشنطن مستعدة للنظر في بدائل أخرى بما في ذلك اتخاذ بعض الخطوات المؤقتة لتخفيف محدود للعقوبات، لكنها تشترط في المقابل على إيران بأن تجمد عملياتها النووية الأكثر استفزاز. وأوضحت الوكالة أن إدارة بايدن تواجه معضلة بأن العودة للاتفاق قد لا تكون مجدية مع إيجاد طهران طرقا للتعامل مع العقوبات الأمريكية وربما بناء القنبلة الذرية. وبيّنت الوكالة أن صعود إبراهيم رئيسي المتشدد أدى إلى تعقيد الدبلوماسية، إذ ينتظر المبعوثون من إدارته تحديد موعد استئناف المفاوضات في فيينا. يأتي هذا فيما أكد المتحدث باسم البنتاغون، أكد أن الولايات المتحدة قلقة من تصرفات إيران العدوانية والخبيثة في المنطقة، إضافة إلى دعمها المتواصل لوكلائها والمجموعات الإرهابية. We're concerned as we watch Iran's increasingly aggressive and malign behavior throughout the region. Without speaking to an individual situation, you cited two, but without speaking to any one in particular, we obviously are watching with great concern Iran's continued use of intimidation and aggression in the region, and of course their support, continued support for proxy proxy militia as well as proxy terrorist groups. قال مسؤولون إسرائيليون إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سيزور إسرائيل اليوم للمرة الأولى منذ توليه المنصب، وذلك لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على إيران. من جانبها أكدت صحيفة جيروزاليم بوست، أكدت أن الاجتماعات الأولى بين رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الموساد قد تحدد فترة ولاية الأخير في المنصب، حيث من المقرر أن يصل رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى إسرائيل اليوم لعقد أول اجتماع مع مدير الموساد الجديد. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الزيارة لا تأتي من قبيل الصدفة، بل تتزامن مع وصول المفاوضات النووية مع إيران لطريق مسدود. أضافة أن اللقاء يأتي بعد تسريبات بإمكانية تغيير الولايات المتحدة لموقفها جذريا من طهران، محاولة لكسر الجمود، مرجحة محاولة جعل إسرائيل تلتزم الهدوء بينما تقدم واشنطن التنازل الرئيسي الجديد المحتمل لإيران. ولفتت الصحيفة إلى أن وجود بيرنز قد يهدف لإعطاء تطمينات أقوى لإسرائيل مما قد يقدمه الدبلوماسيون، وتوقعت أن يركز اللقاء على مناقشة السيناريوهات المحتملة لأنشطة سرية مشتركة أو أنشطة إلكترونية لإبطاء إيران. من القدس ينضم إلينا المحلل السياسي سيد شلومو جنار. سيد شلومو، مرحبا بك معنا إلى استوديو الحدث، وكيف تنظر إلى توقيت وأهمية هذه الزيارة المنتظرة؟ أعتقد بأن التوقيت والزيارة والأحداث التي تواكب منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء الاعتداء الإيراني والتطورات في منطقة الخليج وما شاهدته الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الأسبوع الماضي، وأيضا الأنباء عن قرب بدء أو استئناف المفاوضات في فيينا، كل هذا يجعل من هذه الزيارة المفاجئة ولكن والتي ستستمر 3 أيام متتالية تجعل من هذه الزيارة زيارة هامة، نظرا لأن تأتي على عجلة في ضوء ما ذكرناه من تطورات، وأيضا في لجس نبض إسرائيل إزاء احتمال قيامها برد على الاعتداء الإيراني على السفينة، وكل هذا يأتي في إطار المشاورات الجارية بين البلدين على أعلى المستويات. عادة لا يكشف النقاب عن زيارة المسؤول الأمريكي خاصة رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية إلا بعد انتهاء زيارة في
ولكن هنا الإشارة إلى استئناف الزيارة ووصول المسؤول الأمريكي تدل على اهتمام الإدارة الأمريكية بالوضع القائم في إسرائيل، وأيضا رسالة هامة إلى طمأنة إسرائيل بأنها أن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل، وربما أيضا. ولكن هل يبدو أن إسرائيل منفتحة على هكذا تطمنة؟ يعني ما يتعلق بالتوتر الإيراني الإسرائيلي على أشده، ما يتعلق بسلوك الأذرع الإيرانية في المنطقة وحرب السفن على أشدها، وإن كانت غير معلنة ما بين إيران وإسرائيل. إسرائيل بانتظار التحرك المجموعة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، خاصة في ضوء الإعلان والتعهدات التي صدرت على لسان وزير الخارجية الأمريكي وأيضا رئيس الأركان البريطاني بأنه يجب معاقبة إيران معاقبة جماعية وإجراء عقابي جماعي، وهذا المصطلح ضد إيران. أعتذر المقاطعة سيد شلومو، أعتذر المقاطعة، ولكن ننتقل مباشرة مشاهدينا إلى كلمة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نتابع. بسيطين، كل هدفهم يعيشوا عيالهم، بروحوا بيزرعوا ومن زرعهم بيبيعوه مشان تقدروا يعيشوا عيالهم. لكن كيف كانت ردة فعلهم؟ هودي مش حاملين معاجم تحت باطهم وكل يوم عم بيقروا معادلات استراتيجية، لا، هاي ردة فعل طبيعية عادية. هاي أصدق كلام ممكن تسمعه من أي حدا بلبنان. ومثل ما قلت لك هالكلام 60-70% من اللبنانيين على أقل تقدير أنه عندهم نفس الرأي. ليش؟ أول ما بلشت الانتفاضة شو كانت المنادات؟ من ساحة النور بطرابلس لزوق مكيل وجل الديب لساحة الشهداء وإلى ما بعد ساحة الشهداء كمان كانت المنادات نفس الشيء. الناس تعبت من هالمعادلة لأنه شافت هالمعادلة وين وصلتها، والناس هلا ما بقى فيه الا انه تموت من الجوع، بس تموت مزبوط، يعني لانه ما عنده شيء تاكله. ما بقى بدها سيد حسن بكون تاخذوا هاي بعين الاعتبار، الناس اذا ما بكون تاخذوهم بعين الاعتبار ما راح ياخذوكم بعين الاعتبار. واكبر دليل اللي صار هيك اليوم بشويه، بنقول من شويه عبكركي مباشره، اذا اهالي شويه قاموا عبروا بشكل تلقائي وعفوي عن شعورهم، عن يلي بيحسوا فيه وعن يلي بدهم اياه وعن يلي ما بدهم اياه، قام غبطة البطريرك، بدي اذكر الجميع هيدا بطرك بكركي، قام غبطة البطريرك مر بشارة بطرس الراعي وحكي كلام كتير واضح وكتير هادي وكتير رصين وكتير مستقيم، وقال رأيه بهالقصة يلي متل رأي اهلي شوية، يلي متل رأي اقله 60-70% من اللبنانيين. وبالفعل كل عمره بكركي ما بتحكي بلسان كسروان ولا بلسان جبل لبنان ولا بلسان المسيحيين فقط، كل عمره بتحكي بلسان أكترية صامتة من الشعب اللبناني عظيم. قام غبطة البطريرك وقال اللي قاله، ويا ويليه هو قال اللي قاله، ويعني وانفتحت جهنم عليه، والرئيس الجمهورية فتح جهنم من جمان وجاي، يعني هلأ بآخر سنة سنتين بس هلأ انفتحت جهنم أكتر وأكتر على البترك الراعي. كيف قال اللي قاله؟ طيب يا زواد، إذا حدا مش من رأي البترك الراعي يطلع يقول أنا مش من رأيه، أنا رأيي هيك، هذا أمر مفهوم. بس أنه تصير الحملة اللي صارت عليه بأقذع وأوسخ تعبير ممكنة كمان أمر غير مقبول. هون بس بدي أفتح ليلان صغار، لأنه أحد الردود إجا، بس هذا رد كان رصين على لسان مفتي أبلان، وبدي أقول له بكل احترام للمفتي أبلان، مولانا لبنان من قديم وجاي بلد كله حرية وكرامة وسيادة واستقلال، قبل حزب الله كان هيك ومن بعد حزب الله راح يكفي هيك. هلا وبدي أقول لك سماحة المفتي إنه أسوأ أيام الحرية والسيادة والاستقلال بلبنان هي أيام وجود حزب الله بسكر الهلال. وبالتالي بكركي يلي هي بكركي التاريخ والجغرافيا، بكركي لبنان الكبير، بكركي اتفاق الطائف، سيد حسن إذا هو بطل بدكم إياهن خيقلولنا تنعرف حالنا عبكير كل واحد شو بده يعمل. بس إذا بدكم إياهن ما فيكم يكون بدكم إياهن وتتصرفوا مثل ما تصرفتوا، لا بردة الفعل الصغير اللي صارت على اللي عملوا أهالي شوية، ولا بردة الفعل الكبير اللي صارت
على قالوا غبطة البطريرك. ما فيكم تعملوا ردة فعل حدا من الشعب اللبناني، كل واحد من لبنان عنده رأيه، في واحد ما يكون من رأيه ايه اوكي مزبوط، حي الله واحد منا عنده حرية رأيه، بس ما في حدا منا يجرب يقمع الآخر. عظيم. هلأ برجع على التحقيق بقضية المرفأ. التحقيق بقضية المرفأ أول شيء تقلكم شو انفجار المرفأ بالنسبة إلي أنا شخصيا. صحيح انفجار المرفأ بالنسبة إلي شخصيا هو ضحايا بريئة أوكي، وأمات عم تبكي وبيات عم بينبو، أو بالأحرى بيات عم يبكوا وأمات عم بينبو وبنات وولاد عم بيسألوا عن أهلهم، هو بالحقيقة مأساة إنسانية كتير كبيرة، هو مجموعة خسائر لا تعد ولا تحصى، جرحى لحديث هلأ بعدهم ملتأم جراحهم أوكي، في بعض الناس خسروا كل جنى عمرهم، في ناس تانيين خسروا كل شيء مش بس جنى عمرهم، جنى عمرهم والمدينينه واللي بعد ما صار معهم. مش بس هو طبعا بالنسبة إلي انفجار المرفأ هو، بس زيادة عن هو أنا بعتبر انفجار المرفأ هو محاولة لتفجير الحياة بلبنان ككل، وانفجار المرفأ هو وكأنه تفجير للبنان بمن فيه وبكل ما فيه. أنا بالنسبة إلي هاي انفجار المرفأ من هالمنطلق، وبتصور بالنسبة لكثيرين من اللبنانيين، بتصور أنه اللبنانيين من عكار تتلحق النبطية بجنوب متأثرين بانفجار المرفأ قد ما تأثروا فيه أهالي الأشرفية وبيروت بالذات انطلاقا من فداحة هالحادث اللي صار. طيب عاد من هالمنطلق ولا ممكن نتساهل بموضوع التحقيق بانفجار المرفأ، ولا ممكن نرتاح، ولا ممكن نستكين قبل ما تبين كل الحقائق المحيطة بانفجار المرفأ. انفجار المرفأ ولو ما بيصح تصنيفه قانونيا كجريمة إبادة جماعية، بس أنا بالنسبة إلي هو عملية إبادة جماعية هالشكل. وصلنا على انفجار المرفأ. سيد حسن بإطلالته الأخيرة اتطرق بإسهاب للتحقيق اللي عم بصير بانفجار المرفأ. قبل ما أكمل باللي قاله سيد حسن بدي أقول شغلة صغيرة. في بعض سيئين نية وبالأخص من المتهمين تيقدروا يخبوا حالهم، شو عم بيعملوا؟ عم بيسوقوا مقولة إنه وكأنه انفجار المرفأ تسبب فيه المسلمين والضحايا هن مسيحيين. غلط 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 غلط. انفجار المرفأ ما تسبب فيه المسلمين، ولا انفجار المرفأ ضحايا مسيحيين. انفجار المرفأ كلنا تسببنا فيه وكلنا ضحايا، ويلي عم بيسربوا هيك عن سوء تصور، عن سوء التصرف، وعن عن عن نية مبيتة، هو مشان تيحموا هني حالهم شخصيا، مش لأنه في حدا عم بيتهم المسلمين، ولا حدا بيتهم المسلمين، ومش مسموح لحدا يتهم المسلمين، لأنه مش هيك مزبوط. على كل حال طلبات الاستدعاءات بتبين هالشيء هيدا. فإذا بلش سيد حسن طبعا عمل يعني مندب طويل عريض وبكي كتير على أهالي الشهداء وعلى الشهداء وعلى أولادهم اللي هن بالوقت اللي نحن بنعرف أنه مسؤولين من حزب الله اتصلوا بكتار من يلي كانوا مطلوبين على التحقيق، خصوصا من الموظفين الكبار، وقالوا لهم ما تروحوا على التحقيق. هيدي سيد حسن انه لا تستقيم مع هيدي. هلا من بعد ما انطلق السيد حسن عمل هجوم، شم هجوم ساحق ماحق، يعني انا ما شفت هجوم مثله على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. هلا تم روعة استنتاجات مباشرة، راح استعرض 5-6-7 نقاط من يلي اتطرق لهم سيد حسن تنعالجهم بعقل بارد وبهدوء. بيقول سيد حسن بأول نقطة، بيقول شو عمل السيد حسن منه قليل. شو عمل؟ قبل ما يفوت بمهاجمة المحقق العدلي مباشرة لتغطية السموات بالقبوات، استعرض كيف بعض وسائل الإعلام اتهمت حزب الله بالانفجار من الأول أوكي، ورجع بلش بالمحقق العدلي. طيب يا عم شو دخل المحقق العدلي ببعض وسائل الإعلام يلي قبلها المحقق العدلي وخلاله وبعده هي عم تتهم؟ وبتعرف وسائل الإعلام بلبنان كيف كل وحدة بتسمع لحالها تتهم عزوها بشكل من الأشكال،
وإذا هيك القصة في واحد يدعي على وسيلة إعلامية معينة أنه هي اتهمت حزب الله بانفجار المرفأ، بس مش معناتها أنه يأخذ منها حجة تنقض على المحقق العدلي. رح بلش أول نقطة تطرق لها السيد حسن بسيادة هجمه على المحقق العدلي، قال فلتتفضل يا قضاء لتقول للناس ماذا قال التحقيق الفني التقني وأنت تريد أن تبني عليه. هل يوجد مشكلة أن تخرج لتقول أن هذه هي نتيجة التحقيق الفني التقني الذي أجمعت عليه الأجهزة الأمنية اللبنانية والخبراء الأجانب؟ سيد حسن شو عرفك أنه خلص التحقيق الفني التقني؟ أنا ما بعرف، عم بحكي جد، ولا تسرب أي شيء بالإعلام بدل عزيز، بس أنت شو عرفك؟ عم تفترض أنه خلص تحقيق الفني التقني وأنه طلع يا قاضي قول نتيجة تحقيق الفني التقني. طيب راح كفي، بس في أهم من هيك، وأخبر الناس بالحقيقة يا أخي، ألا يحق لعوائل الشهداء أن يعرفوا الحقيقة؟ سيد حسن ما عم بينام الليل من هم أهالي شهداء المرفأ. ألا يحق للجرحى أن يعرفوا الحقيقة؟ الناس التي هدمت بيوتهم والشعب اللبناني كله الذي تأذى، ألا يحق له أن يخرج القاضي ويكون كجزء من المتابعة الشفافة للقضية هذه هي الحقيقة وبناء عليه سأستمر في التحقيق والاستدعاء ورفع الدعاوى؟ سيد حسن منك سامع بكل عمرك بشيء اسمه سرية التحقيق؟ ما في تحقيق ببلش تبقى قضية جنائية صغيرة صغيرة هالقد، ببلش تحقيق بصير تعتيم كامل تكتم كامل عن أي تفصيل من تفاصيل التحقيق، إن كان تفصيل فني ولا تقني ولا واقعي ولا واقعة معينة، بصير كل أو اسم معين لحديث ما يطلع القرار الظني. سيد حسن هذا كله بك تشوفه بالقرار الظني اللي مفترض يطلع بعد شهرين ثلاثة أربعة اللي هني، بس كيف بده يطلع؟ أنا ما فهمت، محقق عدلي ويقول أنا طلع معي بالتحقيق الفني والتقني هيك، إذا خلص التحقيق الفني والتقني ما بعرف أنا إذا خلص أوكي ويلا، يعني مثل كأنه مسلسل بأجزاء، يعني هلأ أول حلقة من المسلسل وبعدين حلقة تانية وبعدين حلقة تالتة، لا غلط، في شيء في مبدأ عام بكل بي 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 بأحكام التحقيقات الجزائية، في مبدأ عام هو سرية التحقيق، مش بس بلبنان، بلبنان وبكل دول العالم شيء اسمه سرية التحقيق، ما حدا بيفصح عن أي تفصيل بالتحقيق قبل ما يخلص التحقيق. فاتك سيد حسن. طيب بنقع نقطة تانية، لماذا لا يفعل ذلك؟ بعده سيد حسن عم بيحكي عن المحقق العدلي، إنه ليش ما عم بيكشف عن التحقيق الفني والتقني اللي ما بعرف إذا خلص، وما بعرف سيد حسن كيف عرف إنه خلص، وما بعرف سيد حسن كيف عرف إنه صار في فكرة كاملة عن التحقيق الفني والتقني، ما بعرف، بس بكيفة الأحوال. قال لماذا لا يفعل ذلك؟ عم بيسأل حاله. لا الجواب، لأن ليس المطلوب الوصول إلى الحقيقة. سيد حسن كيف عرفت؟ بس عن جد كيف عرفت؟ إنه كيف عرفت هذا القاضي ما بده يوصل للحقيقة؟ بدنا مؤشر صغير تنقدر نعرف نحن، لأنه يوجد تواطؤ مع شركات التأمين. طلع هلأ القاضي بيطار، ما هيك طارق بيطار متواطئ مع شركات التأمين. هلأ الأدهى من هيك، إذا الآن أعلن عن التقرير وقبل أن يخرج القرار الظني وقبل أن يحول ملف إلى مجلس العدل، شركات التأمين تريد يجب أن تدفع مليار وستمائة مليون دولار. يا سيد حسن بدي أسأل سؤال، ليش إذا طلع بعدين بالتقرير بالقرار الظني أو حتى نطلب مجلس العدل ما بقى ترجع تدفع هالمليار وستمائة مليون دولار حتى يمكن مع تبعاتهم لأنه تأخروا؟ ما عم بقدر أفهم المنطق، عن جد ما عم بقدر. فإذا طلع أنه القاضي طارق بيطار ما بده يعمل تحقيق، ما بده يوصل للحقيقة لأنه متواطئ مع شركات التأمين، يا سيد حسن شو عرفك شو فيه بالتحقيق؟ لشو عرفك شو بيّن؟ لشو عرفك أنه شو بده يخبي؟ وكيف عم تتهم القاضي طارق بيطار أنه بده يخبي مثل شو؟ على أي شيء استندت؟ ما بدنا شيء معين استندت له. أنا ما عم بقول العكس، بس ما فيني أقول هيك مثل ما عم بتقول أنت. أنا بنطل القرار الظني، بالقرار الظني واحد بياخد فكرة أولى عن يلي عم بصير، وبعدين في عندك هون الأساس مجلس عدلي. طيب رح كفي، ماذا تنتظر لتقول الحقيقة لكي تذهب الناس وتقبض أموالها؟ كمان أقوال غير مثبتة بأي شيء، غير مسندة إلى أي شيء، مجرد اتهامات اتهامات اتهامات. بنقول على نقطة الثالثة، أدهى سيد حسن عم بيحرض أهالي الشهداء على المحقق طارق البيطار، يعني الهدف صار واضح هلأ، القاضي طارق البيطار. يعني شو عمل القاضي طارق البيطار لهلأ؟ أنا ما بعرفه شخصيا، بس كل اللي بسمعه عنه بأوساط العدلية طبعا ما تعين محقق عدلي الواحد بده يسأل مين هو هالقاضي هذا،
أكيد كل العالم بيقولوا لك يعني هيدا قاضي نزيه. هلا إذا رح يقدر يحقق بهالقضية وينجح يكتشفها يكشف خبيها شيء آخر مختلف تماما. نكتفي بهذا القدر من كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وفي شأن لبناني آخر، قال السفير البريطاني في بيروت إن لبنان بحاجة إلى وجود حكومة كاملة الصلاحيات لتنفيذ الإصلاحات الضرورية. وأضاف في تصريحات نشرها في حسابه على تويتر، أضاف بأن هذا هو السبيل الوحيد للبلاد للبدء في معالجة أزماته المتعددة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المكلف نجيب ميقات اليوم للمرة السابعة الرئيس عون. فمصادر سياسية ذكرت أن ميقاتي فوجئ في الجلسة الأخيرة لمفاوضات التأليف بوجود نية لدى رئيس الجمهورية ميشيل عون بالانقلاب على ما تعهد به في الجلسة السادسة من خلال مطالبته بنصف أعضاء الحكومة، أي 12 وزيرا من أصل 24، ما اضطره إلى تجميد البحث في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بعدما قدم له تصورا أوليا في هذا الخصوص، وكان ينتظر منه الإجابة عليه تمهيدا للانتقال إلى مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب وفق صحيفة الشرق الأوسط. في المقابل، نفى المكتب الإعلامي ما ورد في تقرير صحيفة الشرق الأوسط عن طلب الرئيس عون الحصول على 12 وزيرا من أصل 24 في الحكومة، مشددا على أن هذه المعلومات وغيرها في المقال المذكور لا أساس لها من الصحة. من نيقوسيا ينضم إلينا منسق التجمع من أجل السيادة السيد نوفل ضو. سيد ضو، مرحبا بك معنا إلى استوديو الحدث. وبداية، حقيقة هذه الأخبار المتضاربة حول طلب عون نصف التشكيل الحكومة 12 وزيرا بما فيهم وزراء الطاشناق، وزيري الطاشناق والنائب كذلك طلال أرسلان، وإلى أي درجة هذا الطلب في حال أنه كان حقيقيا يعيد الأمور إلى المربع الأول؟ مع الرئيس ميشيل عون لا يمكن استبعاد أي شيء، يعني يمكن أن يطالب بالكثير من الأمور ويعود بعد قليل ويصدر بيانا للنفي، وبالتالي يعني تكون ما هو قائم الآن من عمليات بلبلة في الحياة السياسية. واضح أن العماد عون يريد كعنوان أساسي السيطرة على الحكومة المقبلة والإمساك بمفاصل الحكومة المقبلة. الآن هل يكون ذلك من خلال الثلث المعطل؟ هل يكون هناك من خلال ذريعة حقه في تسمية كل الوزراء المسيحيين؟ هل يكون ذلك من خلال المبادلة إذا سمى رئيس الحكومة بعض الوزراء المسيحيين يطالب بحقه هو في تسمية وزراء مسلمين؟ هذه الأمور كلها عملية تفصيلية. المشكلة الأساسية أن العماد عون اليوم هو بكل أسف لا يمارس السياسة كرئيس لجمهورية لبنان، وإنما يمارس السياسة من موقع من هو راغب في تأمين السلطة بعد نهاية ولايته لصهره. والأنكى من ذلك والأسوأ من ذلك أنه يتصرف على قاعدة يعني تنفيذ المشروع الإيراني في لبنان، وهو يؤمن التغطية المطلوبة لحزب الله على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد الدستوري، لأنه كلنا يعرف أن المشكلة القائمة في لبنان اليوم ليست مشكلة تفصيلية لها علاقة بتشكيل الحكومة، وإنما هي مشكلة من هو صاحب القرار السياسي في لبنان ومن هي الجهة التي تسيطر على المؤسسات الدستورية في لبنان. هذا هو السؤال الأساسي الذي يكمن الجواب عنه في أن لبنان بكل أسف خاضع للاحتلال الإيراني من خلال السلاح الذي يحمله حزب الله، ويفرض من خلاله على اللبنانيين كل الخيارات الاستراتيجية كما قال البطريرك الراعي قبل يومين. طيب، القرارات الأساسية في لبنان تتخذ مفترض دستوريا بموجب ثلثي أعضاء الحكومة، ولكن كلنا يعرف أن القرارات تتخذ عند حزب الله وتبلغ إلى المؤسسات الدستورية والمؤسسات تنفذ. ولكن فرنسا حذرت هذه المرة من موقف لا عودة منه في حال استمرار العراقيل من قبل التيار السياسي المحسوب على عون على رأس هذا التلويح جبران باسيل، يعني ألا يشكل ذلك ضغطا كبيرا لجهة الدفع بمسألة التأليف؟ سيدتي اسمحي لي أن أقول بأنه فرنسا هي أكبر المناورين في الوقت الحاضر وأكبر المسيئين إلى القضية اللبنانية. تحت ستار مساعدة لبنان والضغط على السياسيين اللبنانيين، هي عمليا تخفي أن حقيقة المشكلة في لبنان تكمن في حزب الله وفي إيران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تفرض عقوبات على بعض
الطفيليين في الحياة السياسية في لبنان، وأن تذهب فرنسا لمفاوضة إيران ولمفاوضة حزب الله من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة. إذا كانت فرنسا جدية في عملية الضغط على السياسيين في لبنان فعليها أن تبدأ بحزب الله. هذا لا يعني أن بقية السياسيين لا يجب أن يتعرضوا لعقوبات، على العكس من ذلك، ولكن عمليا حصر الموضوع بالأدوات الصغيرة وترك المشكلة الأساسية خارج إطار اللعبة يخفي على الأقل، إذا افترضنا حسن النية، يخفي جهلا بحقيقة الصراع في لبنان وبحقيقة المشكلة اللبنانية. هذا إذا كما قلت إذا افترضنا حسن النية. أما إذا افترضنا سوء النية فأنا أقول بأن فرنسا تحاول تحت شعار مساعدة لبنان عمليا، تحاول أن الأمر الواقع القائم بواسطة سلاح حزب الله على التركيبة السياسية في لبنان. من يقوسيا منسق التجمع من أجل السيادة سيد نوفل، ضو لك جزيل الشكر على الإيضاحات التي تفضلت بها سيد نوفل. بعد قليل مواضيع قادمة، عناوين جديدة في ساعة أخرى من استوديو الحدث. ابقوا معنا. تحديات أمنية واقتصادية وسياسية واحتجاجات شعبية طالبت بالتغيير، تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات، وأكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقية من تحليل ورصد ومتابعة وقراءة للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقية كل سبت وثلاثاء 7:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا، إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم، مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي، دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً 5:00 مساءً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلاً، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك، قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم.
الادعاء السويدي يوجه رسمي الاتهام الى قاض ايراني سابق لمشاركته باعدام الالاف من سجناء المعارضه. وسط انباء عن نيه امريكيه لتخفيف بعض العقوبات عن ايران، مدير CIA في اسرائيل لطمانه تل ابيب. على غرار لبنان، ميليشيا الحشد تحرض على الناشطين المدنيين وتصفهم بأنهم عملاء لسفارتي واشنطن ولندن. عون ينفي طلبه نصف عدد وزراء الحكومة الجديدة، وميقاتي يزوره للمرة السابعة دون نتيجة. بكم مشاهدينا إلى ساعة أخرى من استوديو الحدث، نبدأها أيضا من ستوكهولم وما يتعلق بالمحاكمة التي تحدث الآن للقاضي الإيراني السابق حميد نوري، حيث أنه حول هذه المحاكمة، محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري الضالع في مجازر لتصفية ألاف السجناء السياسيين في صيف عام 88 انطلقت هذه المحاكمة صباح اليوم. وفقا للإدعاء السويدي، فقد اتهم أو اتهم المدعون العامون السويديون نوري بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار. وفي حال تمت الإدانة، فإن المسؤولية قد تطال كذلك الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، والذي كان عضوا بارزا في اللجنة التي أقرت الإعدامات. من ستوكهولم تنضم إلينا مجددا الزميلة راغدة بهنام. إليك راغدة، والمحاكمة مستمرة أيضا في هذه الساعة، ما الذي يمكن أن تطلعينا عليه، وماذا حتى عن تجمعات المعارضة الإيرانية أمام مقر المحكمة؟ أهلا بك. المحكمة الآن أخذت استراحة لقرابة الساعة ونصف قبل أن تستكمل أعمال هذه الجلسة الأولى من هذه المحاكمة، محاكمة حميد نوري المتهم بقتل جرائم قتل ضد الإنسانية، أيضا عمليات تعذيب للسجناء، ويعني قتل عن قصد وقيادة أو اقتياد السجناء من ردهة الموت أو إلى ردهة الموت، حيث من هناك كانوا يقتضون إلى الساحة التي يقتلون فيها. الادعاء العام في بداية يعني تلاوة هذه التهم ضده قرأ أسماء أكثر من 100 شخص يقول بأنه حميد نوري هو ضالع بشكل مباشر بقتلهم، وأيضا يعني كانت هناك تلاوة للوضع السياسي الذي سبق هذه الاغتيالات في العام 1988، أيضا يعني النظام السياسي في إيران. المدعي العام تحدث بإسهاب عن النظام السياسي في إيران ليعطي خلفية يعني مفهومة للقضاة السويديين عن هذه الإعدامات، كيف جرت وبأوامر من وقال بأنها جرت بأوامر مما يعرف بلجنة الموت. لم يذكر تفاصيل من هم أعضاء لجنة هذه الموت حتى الآن، هو سيكمل بعد الظهر، سيكمل في اليومين المقبلين أيضا يعني تلاوة كل هذه التفاصيل في ملف الأدلة الذي جمعه، ربما يأتي على ذكر تفاصيل هذه اللجنة التي تحدث عنها وقال بأن حميد نوري كان يأتمر بأوامرها، يعني وأيضا قال بأن حميد نوري في يعني في فترة معينة من وجوده في أحد السجنين في طهران اللذين شهدا هذه الإعدامات، هو كان يشارك في استجوابات السجناء بشكل مباشر، لأنه يعني لجنة الموت المؤلفة من 4 أعضاء هي التي كانت بشكل أساسي تجري عمليات الاستجواب هذا وتحكم في النهاية يعني بعد بضعة دقائق أو أقل، بعد بضعة أسئلة على السجناء بالقتل. ولكن يبدو أن حميد نوري أيضا كان يشارك في هذه الاستجوابات في وقت من الأوقات، لذلك هذا ما حصل حتى الآن. التجمعات هدأت بعض الشيء لأنه كانت هناك أمطار غزيرة قبل قليل، يعني هطلت الأمطار بشكل كثيف قبل قرابة يعني نصف ساعة. بعض من المتظاهرين يعني أخذوا ملاجئ في الأبنية المحيطة
بسيطة، ولكن هم متواجدون هنا طوال أيام، سيكونون متواجدون هنا طوال أيام يعني هذه المحاكمة التي ستستمر 3 أيام كما ذكرت، يعني اليوم هو اليوم الأول، هناك يوم غد وأيضا يوم الخميس ستستمر هذه المتظاهر هذه المحاكمة والتظاهرات المرافقة أيضا، أو إذا ما أردنا يعني لا يمكن تسميتها مظاهرات أكثر من تجمعات، نعم يعني المحكمة هنا تجمعات بالفعل تدعو للكشف عن مصير هؤلاء الذين أعدموا، الذي يقدر عددهم بقرابة 5000 سجين سياسي أعدموا في كامل أنحاء إيران. بالطبع المحاكمة هنا هي تتضمن فقط دور حميد نوري في وهو يستمع في سجن جوهر إلى هذا السرد داخل المحكمة. حميد نوري يستمع إلى ذلك، ماذا نقل عن ردود فعله حول هذه الاتهامات، حول ما يسرد حتى اللحظة بحسب الزملاء المتواجدين داخل مقر المحكمة راغدة؟ بالفعل يعني هو كان يجلس وكان متواجدا داخل قاعة المحكمة منذ الصباح واقتيد من قبل عناصر من الشرطة السويدية، كان مقيد اليدين، كان بدأ يعني وهو لديه ذقن أبيض وبدأ أيضا أنحف مما كان في السابق، لم يظهر أي ردود فعل ويعني لم يبدو على وجهه أي يعني أي شيء يظهر ما هو رد فعله، ما إذا كان غاضب أو مستاء أو أي شيء آخر. ولكن أول ما دخل يعني الصحفيون للقاعة، في القاعة الرئيسية كان متواجد فيها فقط الصحفيين واحد من الشهود الرئيسيين في هذه القضية، كان ينظر إلى الموجودين هناك يعني ليحاول معرفة من هم المتواجدون يعني، وقال البعض بأنه بدا عليه بأنه مرتبك ولا يعرف يعني وكأنه مرتبك يعني لا يعرف ما الذي سيحدث له يعني هذا كل شيء. هو لم يتحدث أمام المحكمة، لم يطلب منه القاضي أن يعرف بنفسه ولا أن يقبل تهم أو لا، لأنه بدأ مباشرة بالادعاء العام الذي يعني قرأ هذه التهم. دوره بالكلام هو مجدول بحسب يعني جدول المحكمة الذي أرسل يعني منذ أيام قبل بدء هذه المحاكمة، من المفترض أن يتحدث أمام المحكمة في نوفمبر المقبل طوال يعني بحسب الجدول، موضوع له مهلة يومين أو 3 أيام حسب ما أذكر، ولكن يعني هو قد لا يأخذ هذه الأيام، قد يرفض الكلام لأنه حتى الآن يرفض التهم الموجهة إليه. نعم راغدة، يعني ينفي حتى أن يكون هو الشخص نفسه الموجهة إليه هذه التهم. سنعود إليك في ساعة لاحقة زميلة راغدة بهنام، حتى اللحظة شكرا لك على كل المعلومات التي أطلعتنا عليها، شكرا راغدة. وأفادت مراسلة الحدث بأن محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في ستوكهولم قد تستمر حتى أبريل المقبل بسبب طول قائمة الشهود وعريضة الاتهام التي تصل ل 8000 صفحة. جلسة اليوم استهلت بقراءة ممثلة الادعاء العام لائحة الاتهامات الموجهة لنوري الذي كان موجودا داخل قاعة المحكمة كما ذكرنا ويستمع للتهم الموجهة إليه. لائحة اتهامات نوري تضمنت التورط في تنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء منظمة مجاهدي خلق عقب الحرب الإيرانية العراقية، مشيرة إلى أن الخميني وقتها أصدر أمرا بإعفاء السجناء السياسيين الذين ينتمون بإعدام من ينتمون للمنظمة. لائحة الاتهام كشفت عن أن حميد نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لصالة الإعدام، منفذا بذلك أوامر لجنة الموت المشكلة من 4 قضاة من بينهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي. حذر المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران، حذر الإيرانيين في الخارج من السفر إلى إيران بسبب خطر الاختطاف والاعتقال التعسفي واحتجاز مزدوجي الجنسي. وأتى تحذيره على دعوة رئيس السلطة القضائية في إيران للمغتربين الذين لديهم ملفات قضائية للعودة للتحقيق في قضاياهم. وقال المبعوث الأمريكي للمواطنين الأمريكيين خاصة دون أو ذوي الأصول الإيرانية الذين سافروا إلى إيران تعرضوا للخطف والاعتقال ووجهت إليهم تهم خطيرة، وقال إن بين من اختطفتهم إيران طلاب وصحفيون ورجال أعمال وأكاديميون. وأضاف البيان أن المسؤولين الإيرانيين يؤخرون باستمرار إمكانية الوصول إلى محام للمواطنين الأمريكيين المسجونين. ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الذين يحتاجون إلى رحلة عاجلة إلى إيران بإعداد وصية قبل الرحلة
وتفويض الأشخاص المناسبين حول الحضانة المحتملة للأطفال والحيوانات الأليفة وممتلكاتهم كذلك. حول ذلك من لندن ينضم لنا الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية. مرحبا بك معنا دكتور زادة إلى استوديو الحدث. وهذه الدعوة التي يوجهها اليوم رئيس السلطة القضائية هي لمن لهم ملفات عالقة بقضايا مختلفة من ضمنها القضايا السياسية، ما يتعلق فقط بملفات القضايا المالية. تحياتي إليك. أهلا بك. إلى مشاهدي الأعزاء، هذا بمثابة خنزير الوحشي يدعو إرنب حتى يشاركه في طعام. السيد محسن إيجي من أسوأ الغزاة ومن الأشخاص الذين ملفهم ربما أسخل من ملف رئيسي حتى. هذا الرجل قتل الآلاف من الإيرانيين من خيرة شباب ورجال إيران، وكان له أيضا دور في إعدامات بداية الثورة 3000 من الجنرالات، من الوزراء، من السفراء، من الشخصيات البارزة في حكومة البائدة تم إعدامهم. وهذا محسن إيجي كان أحد الغزاة مثل خلقالي ومحمد ريشهري. فلذلك لا يصدق أحد من رجال المعارضة وحتى إيرانيين العاديين دعوته. وأقول لكم مثالا لذلك، أمس زارني شرطة مكافأة الإرهاب لتحذير بمراقبة، بمزيد من المراقبة، لأنه وجدوا اسمي بين الأشخاص الذين هناك خطة لخطفي. فلذلك أقول لكم هذا النظام لا يمكن أن نثق به، هذا النظام يعتبرنا عدوا. ولكن عدواً قبل الحديث عن النظام، الآن مآلات هذه الدعاوى يعني كيف يمكن أن تفهم؟ هل هو نهج قادم إعادة كل المعارضين، كل من لديهم قضايا مفتوحة إلى إيران؟ ثلاثة من القتلى، رئيس الجمهورية، رئيس الغزاة، نائب رئيس الغزاة، يدعونك لإيران، هل ممكن أن نصدق؟ هل ممكن أن نقبل؟ أبدا. وأقول لكم أمرا مهما، محاكمة نوري في ستوكهولم محاكمة النظام، لأنه نوري من سلسلة المراتب أقل مرتبة كثيرا من محسن إيجي ومن رئيسي، ولكن ما فعله السيد مستاغي ودكتور كافي المحامي العالمي ممن شاركوا وساهموا في اعتقال هذا الرجل كافي موسوي، عمل بارز، عمل جدا، كلنا أشدنا به ونعرف مدى أهمية هذه المحاكمة. هذه المحاكمة بداية لمحاكمة النظام، لنظام مجرم ضد البشرية. رئيس النظام سيد علي خامنئي، رئيس الجمهورية، رئيس الغزاة، رئيس البرلمان، كلهم مشاركين في قتل وفي جرائم ضد البشرية. وإن شاء الله سوف نرى نهاية سعيدة لهذا المحاكمة بسجن حميد نوري. طيب الآن هنالك تحذير أمريكي واضح، يعني أنه من يذهب إلى هناك لا قدرة لنا على تقديم أي خدمة له، يعني كيف تقرأ ذلك؟ هناك العديد من الإيرانيين الأمريكيين مزدوجي الجنسية ممن ذهبوا إلى إيران تم اعتقالهم، وبعد ذلك بدأ النظام الإيراني تلميح باستعداده للمغايدة لاستبدال هؤلاء مع جواسيس خطيرين في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تريد أن تمنع النظام الإيراني أوراقا أكثر من ذلك، أوراقا كثيرة. ومع الأسف بعض الإيرانيين صرف أنهم يعتبرون أنفسهم غير منخرطين في السياسة وهم رجال أعمال وأطباء وغيره يذهبون إلى إيران، ولكن بالنسبة للنظام ليس مهما أنت أن تكون معارضا، لو كنت معارضا النظام ستهاول خطفك وقتلك، ولكن إن كنت إيرانيا عاديا، إيرانيا أمريكيا، فهذا له قيمة. ولكن القول اليوم من رئيس السلطة القضائية واعتذر للمقاطعة من مصلحتكم العودة
إلى البلد، يعني كيف يفهم؟ هل من لا تصله يد النظام الإيراني قد يكون أهله، ممتلكاته، ما يخصه داخل إيران تحت قبضة هذا النظام؟ هذا الذي يقصد؟ بالتأكيد هذا تحذير وليس تحبيب، هذا يعني تحذير إلينا جميعا. لحد الآن أخذوا منا ما أخذوا، فعلوا ما فعلوا، ولكن الآن محسن إيجي المعروف بقاتل، هذا الرجل يوجه تحذيرا إلينا، إما أن تعودوا إلى إيران وتعطينا ما عندكم لا يزال عندكم من المال والثروة وغير ذلك، وإن شاء الله ربما العدل الإلهي الإسلامي الولائي سوف يعفوكم من جرائمكم. أما إذا ما عدتم إلى إيران، ما قررتم العودة، فنحن سنزوركم. هذا ما يقوله بالتأكيد محسن يجي. دكتور نوري، إلى أي درجة اليوم ما يحدث في ستوكهولم، حضرتك أشرت عليه قبل قليل، من محاكمة لقاض إيراني سابق قد يكون له ارتداداته إن كان على الداخل الإيراني، إن كان على تحركات المعارضة في الخارج، أو حتى على القيادة الإيرانية؟ مع الأسف الدول الأوروبية زلت تعامل النظام الإيراني من موقع منافق جدا، منافق بمعنى الحقيقي. يعني السيد ماكرون يتحدث مع الرجل الذي يعتبره القضاء الفرنسي قاتلا. مثلا ممكن أن نتصور بأن رئيس الوزراء البريطاني يرفع سماعة الهاتف ويتحدث مع هتلر. يعني كيف يمكن أن يبرر السيد كاميرون؟ ونفس الشيء يطبق على الآخرين. بريطانيا بعد مقتل أحد بخاري تحدث عن رد سريع حاسم، الآن بريطانيا تقول ليست بصدد الرد، ونفس الشيء نسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية. سواء ويليام هيرد يحذر الإيرانيين أو آخرين يطالبون بعدم الذهاب إلى إيران، ولكن في نفس الوقت يوجهون نداء إلى النظام الإيراني بأننا مستعدين للتفاوض معكم. قريب جدا، كيف يمكن التفاوض مع نظام يرأسه قاتل؟ قاتل عندكم وثائق 5000 إعدام، كيف يمكن أن تتحدث رئيس دولة، يتحدث رئيس دولة متحذرة، رئيس دولة ألمانية ومتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا النظام؟ هذا مثل قلقنا جدا. من لندن الدكتور علي نوري زادة، رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات دكتور نوري. في استوديو الحدث أيضا بعد قليل، إيران تقطع الكهرباء عن العراق من جديد وتتذرع لسد احتياجاتها الداخلية. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر، حتى وإن كانت الظروف صعبة. أذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث.
أهلا من جديد مشاهدينا إلى تطورات الشأن العراقي، حيث أعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي عن تعليق تصدير الكهرباء إلى العراق. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مشهدي قوله إن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا. ويعتمد العراق منذ السنوات الماضية على إيران عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات. مسؤول الطاقة في العراق أكدوا أن انقطاع ينتج 19,000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30,000 ميجاوات خلال وقت الذروة. هذا ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط شبكتها بمنظومة الخليج. أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض أحد أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي، وأكدت أن الرتل كان يحمل معدات للقوات العراقية عندما استهدف بعبوة ناسفة على الطريق الدولي في محافظة بابل جنوب بغداد دون تسجيل إصابات بشرية. وعلى غرار لبنان، شنت ميليشيات الحشد حملة جديدة على الناشطين المدنيين متهمة إياهم بالعمالة للسفارات الأجنبية. زعيم ميليشيات العصائب قيس الخزعلي اتهم الناشطين ومواقع التواصل بالعمل لإمرة السفارتين الأمريكية والبريطانية في العراق، وقال إن السفارتين تتحكمان بمواقع التواصل خاصة فيسبوك لتشويه صورة الحشد والمقاومة الإسلامية حسب قوله. وكالة مهر الإيرانية التي روجت لحديث الخزعلي نقلت عنه أن سفارتي واشنطن ولندن تحاول اتهام الحشد بالعمالة لإيران، فيما الناشطون المدنيون وفق الخزعلي مسوخ حاولوا التزين بالوطنية واكتشفوا بأنهم أدوات للسفارات الأجنبية. وأضاف أن أولئك يجتمعون دوريا بفنادق ذات 5 نجوم لضرب استقرار محافظات الوسط والجنوب حصرا. الخزعلي اتهم جهات لم يسميها بأنها تخطط لعرقلة الانتخابات عن موعدها المحدد، وفي محاولة للتبرؤ من قتل الناشطين روج بأن جهات تخطط لاغتيالهم لزعزعة الاستقرار، ثم تلقي التهمة على الفصائل والحشد وفق زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي. من أربيل ينضم إلينا الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية. دكتور الجنابي، مرحبا بك معنا في استوديو الحدث. وكيف تفهم تصريحات الخزعلي اليوم؟ تحذير من استهدافات قادمة للناشطين أم تلويح مبطن بهذه الاستهدافات؟ السلام عليكم أستاذة تسابيح. أهلا بك. حياتي لجنابك الكريم والسادة المشاهدين. طبعا اعتدنا في العراق أن يتهم الناشطون ويتهم كل من يريد أن يسود القانون في هذه الدولة وأن يتخلص من النفوذ الإيراني ونفوذ أذرع إيران على أنهم عملاء وتابعين للسفارات وتأتيهم أوامر من خارج العراق، في الوقت الذي الجميع يعلم أنه هؤلاء الناشطون ومن خلفهم ثوار تشرين وكل أبناء الشعب العراقي المطالبون بالوطن هم قوى وطنية ونخب وطنية حقة، وأن من يعمل للسفارات ومن يجتمع مع قائد فيلق قدس في بغداد هم هذه الفصائل المسلحة التي تأتمر بأمر إيران، ومن بينها عصائب أهل الحق وزعيم عصائب أهل الحق. بالتالي أعتقد أنه هذا التوقيت، مع أنها متكررة هكذا اتهامات، لكن في هذا التوقيت
قبل الانتخابات وعصائب أهل الحق وكذلك باقي الفصائل المسلحة منغمسة في حملة انتخابية والاستعداد لخوض الانتخابات وتقديم مرشحون بناء على كتلهم التقليدية أو بأسماء جديدة هم يعلمون ويدركون جيدا ما حققته ثورة تشرين وما يقوم به الناشطون حتى الآن على الرغم من انتهاء ساحات الاحتجاج، لكن الثورة مستمرة، انتفاضة تشرين لا تزال هي الصدى الواسع وهي الصوت العالي في العراق على الرغم من تشريد الناشطون وتهديدهم وخروجهم. اليوم هنالك قرار لدى قوات تشرين وهذا ما نسمع من تواصلنا مع أخواننا وشبابنا بأنه التوجهين، هنالك من يدعو إلى المشاركة في الانتخابات والتركيز على القوى المستقلة أو على أقل تقدير القوى التي لا تمتلك سلاح وهذه الفصائل هي سلاح سياسي ويهدد استقرار العراق، والاتجاه الآخر يذهب إلى انتظار نتائج الانتخابات وعدم المشاركة بها والاستعداد لجولة جديدة من الاحتجاجات بعد أن تخرج نتائج الانتخابات وإن كانت نتائج على تزوير ونطاق واسع من التزوير أو تدخل واسع من هذه القوى. يعني هذا كان سيكون السؤال القادم دكتور جناب، هذه النقطة دعنا نركز عليها، يعني مما تتخوف الفصائل فيما يتعلق بالناشطين، العملية الانتخابية هل هنالك من تأثير لهم عليها على الناخب العراقي أقصد؟ طبعا بكل تأكيد، يعني اليوم الوعي الذي تحاول أن ترسخ ثورة تشرين والناشطون وكل من يؤمن بهذه الهوية، الهوية التي خلقتها احتجاجات تشرين عام 2019، هي تدعو إلى تخليص العراق من الفساد، تخليص العراق من قوى اللا دولة وقوى السلاح السياسي والتي هي تصادر القرار الوطني العراقي وتهدد مستقبل العراق، فضلا عن سلسلة واسعة من الكشف عن جرائم هؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمون وتعرية كل شعاراتهم التي يرفعونها تحت عناوين مقاومة الاحتلال أو حماية السيادة، بينما هم من ينتهكون السيادة ويهددون استقرار العراق واستقرار الدولة. بالتالي هنالك جهد كبير اليوم ما أحدثه هذا الحراك من وعي لدى الشعب العراقي، من ترسيخ مفاهيم السلمية وعدم الانجرار على الرغم من محاولات كثيرة من قبل هذه القوى والفصائل إلى تحويل العراق إلى ساحة وإنتاج العنف، وهم أيضا يهددون و يبثون رسائل بأنهم يتخوفون من العنف، أتكلم عن الفصائل، بينما هم من يساهموا في عمليات الاغتيال ويساهموا في استهداف الدولة العراقية ويعملون على إنتاج العنف. هذه العمليات بالمجمل أعتقد أنه اليوم العراق أمام هذا الاستحقاق المصيري والعملية المفصلية، هنالك يعني مجال واسع لتحييد قوى السلاح وإبعادها عن المشهد السياسي، وهذا ما تتخوف منه قوى السلاح السياسي، وهي بكل تأكيد تركز على قضية واحدة، مسألة أنه الناشطون هم يتبعون إلى سفارات وأنه ما يحصل في العراق هو بفعل القوى الغربية التي يتهمون الناشطون بالارتباط بها. طيب إلى أي درجة هذه التصريحات اليوم تدعم من هو الطرف الثالث الذي طالما اتهم باستهدافات الناشطين؟ ألا تضع هذه التصريحات الفصائل فصائل الميليشيات الموالية لإيران مجددا في خط المواجهة الأول مع الناشطين؟ عملية التحريض على القتل والاتهامات هي بكل تأكيد هي أوامر لتنفيذ إعدامات بحق الناشطون. ما يصدر من هذه الجماعات والفصائل وحتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي من تخوين وأحيانا حتى على مستوى شخصي، يعني يستهدفون شخص بعينه ونلاحظ بعد ذلك يتعرض هذا الشخص إلى الاغتيال. هذا المسلسل مستمر منذ يعني بداية ثورة تشرين عام 2019 حتى آخر ما كان ذلك الناشط قاسم ابن محافظة واسط وتعرض لمحاولة اغتيال قبل أيام. إذن هنالك جماعات، هذه الجماعات التي تتلقف هكذا تهديدات وهكذا تصريحات لتنفذ هذه العمليات، ونلاحظ أيضا مع شديد الأسف في ظل ضعف القدرة الاستخبارية والأمنية وحتى على مستوى السلطات القضائية في متابعة السبب الرئيسي الذي يهدد استقرار العراق. المجرم الذي يقتل الناشط هو منفذ، لكن المحرض والمروج والذي يدعو إلى هكذا عمليات هم هذه الجماعات المسلحة. طيب، وزعماء هذه الفصائل الذين لا يريدون للعراق الاستقرار. شكرا جزيلا لضيفي من أربيلة دكتور مهند الجلابي الناشط الحقوقي
وأستاذ العلوم السياسية على كل الإيضاحات التي تفضلت بها. مشاهدينا دعونا ننتقل إلى هذه الصور المباشرة. حتى الآن الحديث هو عن حريق كان قبل قليل في مشفى أطفال أو قرب مشفى أطفال في محافظة جزائرية. المزيد من التفاصيل سنطلعكم عليها بعد قليل. ديني يونيز مريرد ديني شو اللي ضارون على أنه ديوث الجهات مثل تلونسي عندها النظام سيبا نورمال هذه الصرب بكدا سواء كيقلع على الانتيريور ديال لا كوتزر لا بانيك راني مو ضرنا كيتفغنا فيك لي بيبي باسكو اقلا دي سيرفيس بيدياتري دو عين الحمام داخل لوبيتال الناس يلينا باللي ك لا او زالون دور دونك سي لا بانيك حسن سي لا طواتور لا طواتور لوبيتال لي سيرفيس بيدياتري دو عين الحمام لي بومبي ماشي لي نزبر نخدم باسكو سينيكيس لي مستكي سيرفيس ديال العجب. طيب مشاهدينا نشاهد هذه الصور، ذكرنا أنها لحريق قرب مشفى أطفال ببلدية عين الحمام بمحافظة تيزي وزو. بالتأكيد ستكون هنالك تفاصيل أوفر أطلعكم عليها بعد قليل مع الزملاء بالجزائر. الو سي تي مونتيرو بيزي سيرتو الانتيريور ديال لوبيتال ديال عين الحمام ملي كنزرام لوبيتال ديال عين الحمام يسمح لك ديال الجور ديال الناس اثناء السواليم ديجا هما سيرفيس ديال اللي يمشي في لا بواتير. افعل المرصد السوري باستهداف مسلحين مجهولين حاجزا امنيا لقوات النظام في مدينه الشيخ مسكين بريفي درعا. المصدر ذكر أن الهجوم جرى باستخدام الرشاشات وقذائف RPG. ثلاث اشتباكات عنيفة بين المسلحين من جهة وعناصر الحاجز الأمني من جهة أخرى قبل أن ينسحب المهاجمون إلى جهة مجهولة. كما أسفرت الاشتباكات بحسب المرصد عن وقوع جرحى من الجانبين إضافة إلى إصابة طفل بالرصاص العشوائي. لا تعودوا، نحن نريد أن نغادر، هكذا أجاب مئات السوريين في مناطق سيطرة النظام على بحث أجرته الرابطة السورية لكرامة المواطنين حول عودة النازحين والمغتربين، حيث كشف التقرير أن نية مغادرة سوريا تتزايد بسرعة لدى السوريين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وقال التقرير الذي يستند إلى مئات المقابلات قال إن عددا كبيرا من السوريين لا يشعرون بالأمان. وقال التقرير إن 50% من أهالي المناطق الخاضعة للنظام يشعرون بعدم الأمان بسبب أحداث شاهدوها أو عايشوها، في حين يخشى 94% من أهالي المناطق التي أجرت مصالحات مع نظام من الانتقام. ويعيد غالبية السوريين وفقا للتقرير شعورهم بعدم الأمان إلى قبضة السلطات الأمنية والخوف من تفشي غياب الأمن وانتشار الجريمة والتردي الاقتصادي. ووجه أغلب المشاركين رسائل للسوريين المغتربين طالبين منهم عدم العودة بسبب سوء الأوضاع. من جانب آخر أكدت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات أكدت أن المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة جنبت نظام الأسد الانهيار المالي الكامل، مضيفة أن الأسد يصادر جزءا كبيرا من المساعدات والتبرعات السنوية دون بذل واشنطن أو بروكسل لأي جهد إضافي لوقف النهب. بحسب منظمة الدفاع عن الديمقراطيات فإن هذا الترتيب غير الاعتيادي مستمر منذ 10 سنوات. ونقلت عن تقارير كيفية إنفاق الأمم المتحدة عشرات الملايين سنويا لشراء السلع والخدمات من الشركات الخاضعة لسيطرة النظام، ومن بينها نحو 10 ملايين دولار لإيواء موظفي الأمم المتحدة في فنادق مملوكة جزئيا لوزارة السياحة. من إسطنبول ينضم إلينا الكاتب والسياسي السوري السيد فايز سارة. سيد فايز مرحبا بك معنا إلى استوديو الحدث. لا تعود إليك وللسادة المشاهدين في هذه الظهيرة. أهلا بك. لا تعود، نحن نريد أن نغادر، هكذا أجاب مئات السوريين، اللافت أنهم في مناطق سيطرة النظام أو مناطق أقامت مصالحات مع النظام السوري. كيف تعلق على ذلك وهذه الشعارات ماذا تعكس؟
نعم، يمكن الجديد هو إطلاق هذه الحملة، إطلاق هذه الشعارات، هذا هو الجديد، التحدث بصوت جماعي هذا هو الجديد. بينما واقع الحال في سوء وتردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرة النظام، هذا أمر ليس بالجديد، هذا أمر مستمر منذ 10 سنوات. كلنا نعرف أن 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 وجود النظام والميليشيات التي تدعمه وحتى حلفائه من الإيرانيين وميليشياتهم كلها قد أدت إلى تردي الأوضاع في مناطق سيطرة النظام، وهذا التردي أثبت ليس فقط في تقارير صحفية أو تلفزيونية أو وكالات أنباء، لا، أثبت حتى في تقارير لمنظمات دولية بما في ذلك منظمات أمم المتحدة. صدرت هذه التقارير على مدى 10 سنوات وتوالى صدورها وتأكيدها، بل أن تقارير صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن وزارة الخارجية الأمريكية وعن الحكومة البريطانية أشارت إلى هذا التردي. هذا ليس جديد، وإنما الآن هو يبلغ يعني مستوى الكارثة المعلنة، لأنه اليوم لا كهرباء، لا خدمات، لا أجور، لا أمان، ولا أي شيء. وكيف يعني يكون الأمن والأمان منعدم في مناطق سيطرة النظام؟ وهو يتحدث عن ضرورة العودة للنازحين، عن أمان هذه العودة حتى سيد فايز. حقيقة الأمر أن النظام نفسه لم يتحدث إلا في الفترة الأخيرة عن قضية عودة النازحين والذين غادروا مناطق سيطرة النظام. هذه ربما هي مرات قليلة وصدرت مؤخرا تجاوبا مع الكلام الروسي حول عودة اللاجئين، لكن فيما عدا ذلك بالعكس ما زال النظام يقيم كل العقبات في اتجاه عودة من رغب من السوريين الذين موجودين، سواء كان وخاصة في دول الجوار حيث يعانون من صعوبات الحياة، لكن لا تبلغ هذه الصعوبات مستوى الصعوبات القائمة داخل مناطق سيطرة النظام. فقط الشيء الوحيد المؤمن هو سيطرة الميليشيات، سيطرة أجهزة الأمن على الحياة العامة في سوريا واستعدادها لقتل واعتقال وطرد ارتكاب كل العقوبات الممكنة ضد أي شخص يظهر مجرد استياء من تصرفات الحكومة ومن سياسات النظام وأجهزة النظام. كلنا نعرف اليوم أن, 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 أن النغمة الجديدة التي تنتشر اليوم في أوساط بعض مؤيدي النظام وبينهم أسماء معروفة سواء في الوسط السياسي أو في الوسط مثل قدر جميل الذي كان حتى فترة قريبة نائبا لرئيس حكومة النظام، والفنانين وعدد منهم معروفين مثل بشار إسماعيل، شكران مرتجى، كلياتهم عم يقولوا أنه هذا الوضع أصبح من المستحيل الحياة في ظل النظام، بل أن الروس نفسهم حلفاء الأسد وحماته الذين دعموا وجوده منذ العام 2015 بتدخلهم العسكري عم يقولوا اليوم أنه هذا الوضع من المستحيل أن يستمر. طيب. لذلك طبيعي أنها تطلع هاي الدعوات للناس، أنه يقولوا للناس اللي برا لازم ما ترجعوا لأنه إحنا عم نبحث عن حل. والحقيقة أنه لو النظام خفف قبضته الأمنية على مخارج البلاد، بمعنى أنه رفع التدقيقات باتجاه مغادرة السوريين وفتحت الأردن والعراق وتركيا ولبنان حدودها مع سوريا مع المناطق التي يسيطر عليها النظام، أنا أؤكد أنه لن يبقى في هذه المناطق سوى عدد قليل، ربما يعني بعض أركان النظام وعائلاتهم ليس أكثر، سيغادر معظم الناس هذه المناطق لأنها أصبحت خارج المناطق التي تصلح. طيب سيد فايز، ونسب المرتفعة لحجم الابتزاز المالي الذي يحدث في أماكن سيطرة النظام، أن أي معلومات تقدم لأهالي المخفيين تقدم بمقابل مالي عالي جدا، هذه نقطة. النقطة الأخرى ما يتعلق حتى بالاستيلاء على قدر كبير من المساعدات الإنسانية التي تقدم، كل هذا إلى أي درجة
يقوض ما يروج له النظام عن مرحلة جديدة في سوريا بتفاهمات حتى دولية. ليست هناك إمكانية لأي تفاهمات دولية. كل القوى الدولية، كل الدول أؤكد كل الدول لديها معلومات دقيقة عن كل ما يجري في سوريا، وكلها ليس لديها أدنى ثقة بما يمكن أن يتابعه النظام أو يقوم به النظام، ليس من الناحية السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا أي شيء. فقط هناك نظام الآن هو عبارة عن عصابات مسلحة تبتز المواطنين، ليس فقط في قضايا المعتقلين، لا، هي تبتز المواطنين في أي شيء. يعني يمكن أن يوقف أي سوري على أي حاجز من حواجز النظام ويؤخذ حتى موبايله، تؤخذ تصادر حتى يعني الأوراق النقدية البسيطة التي يمكن أن تكون في محفظته. أكثر من ذلك يمكن أن يأخذوا سيارته إذا كان معه سيارة أو دراجة نارية، ولا شيء يمكن أن يردعهم، لأنه لا قانون، لا محاسبة، ولا هناك ولا أي تراتبية سياسية أو تنظيمية أو أمنية. هذا الحاجز هو وحدة كاملة ذات حق مطلق بالتصرف إزاء أي مواطن مهما كانت الحكاية، تبدأ من أخذ ممتلكاته وتنتهي ربما باعتقاله أو بقتله مباشرة على الحاجز. وكلنا نعرف، وهناك عشرات التقارير التي تحدثت طوال العشر سنوات الماضية عن حالات من هذا النوع، مواطنين أبرياء مع وضحت هذه النقطة، قتلوا على الحواجز دون أي مانع. ولكن أما هذا أما في موضوع ما سمح بي وقت المداخلة سيد فايز، إذا كنت تستمع إلي أعتذر المقاطعة، انتهى وقتي تماما. من إسطنبول الكاتب والسياسي السوري سيد فايز سارة، شكرا لك على هذه الإيضاح. إلى السودان، حيث يتسلم مندي أركوم الناوي مهامه رسميا حاكما لإقليم دارفور اليوم في حفل بدأ الآن يحضره رئيس مجلس السيادة وطاقم الحكومة التنفيذية، إضافة إلى مبعوث دولة جنوب السودان راعية مفاوضات السلام. وأكد مناوي أن أولويات حكمه ستتمثل في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام والسعي في المصالحات وإيقاف الحرب وفتح المجال لعودة النازحين واللاجئين وجذب الاستثمارات للإقليم. احترامنا لكم وتقديرا لكم بهذه المناسبة الطيبة. وفي السودان أيضا، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان سيصل بوفده إلى الخرطوم لمناقشة ملف التحقيق حول دارفور والمتهم أو المتهم فيه الرئيس السابق عمر البشير. وأوضحت الوكالة أن زيارة الوفد تهدف إلى لقاء مسؤولي الحكومة السودانية لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، إضافة إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. حول ذلك أرحب بضيفي من الخرطوم السيد صالح محمود، المحامي ورئيس هيئة محامي دارفور. سيد صالح، مرحبا بك معنا إلى استوديو الحدث. واليوم هذه الزيارة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ما الأهم على أجندته؟ هل حقيقة سيتم نقاش ما يتعلق بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية؟ أهلا وسهلا. بالطبع طبعا هذه الزيارة هي الزيارة هي أعتقد امتداد لزيارة المدعية المنتهية فترة عقدها مع المحكمة الجنائية الدولية،
السيدة فاتو بن سودة. وأعتقد أنه زيارة بن سودة كانت يعني علامة بارزة في اتجاه تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية منذ تفجر الكارثة في 2003 وبعد صدور أوامر القبض على عمر البشير ومعاونيه. ظلت حكومة عمر البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما يتعلق بتسليم المطلوبين للعدالة أمام المحكمة. هذا كان بحجة أن السودان غير موقع على اتفاقية روما سيد صالح، يعني هل هذه النقطة الآن فارقة أم أن تنفيذ العدالة الانتقالية يلزم بإتمام تسليم البشير وأركان نظامه إلى لاهاي؟ طبعا أولا دعنا نصحح مفهوم أهمية التوقيع. التوقيع هو المصادقة في الجرائم الدولية الشنيعة الثلاثة لا أهمية لها، باعتبار أنه حتى إذا لم توقع الدولة أو تصادق على 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 نظام روما هذا لا يعتبر شرط في مصول المتهمين بارتكاب الفظائع في بلدانهم، وبالتالي ينطبق هذا على عمر البشير وعوانه بانه ليس التوقيع هو الشرط الاساسي للمصول. المصول الشرط الاساسي كان فيها الاراده، اراده الحكومه الوطنيه او النظام السياسي أو إرادة المجتمع الدولي بشكل خاص، لأن المجتمع الدولي أيضا له دور في تشجيع المحكمة الجنائية الدولية وفي تقديم المساعدات اللازمة لتطبيق العدالة. هذا ما كان مفقود في الفترة اللي فاتت. أعتقد أنه سماح الحكومة، حكومة الفترة الانتقالية، بزيارة بن سودة ومن بعد ذلك لفرق التحقيق للذهاب لدارفور، كل هذه تؤكد أن هناك إرادة، ربما إرادة جديدة. وأيضا أعتقد تصريحات العديد من المسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بضرورة تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد أيضا أنه ما ذهبت إليه الحكومة في الفترة الأخيرة في التوقيع على الأقل مجلس الوزراء في التوقيع في يعني في اتخاذ قرار بالتوقيع على نظام روما، مما يعني أن هناك تعاون، وبالتالي هذا التعاون سيفتح الباب أمام الحكومة السودانية في أن تتخذ خطوات عملية في اتجاه تسليم عمر البشير. اليوم زيارة المدعي الجديد أعتقد أنه يتصل بما تم التوصل إليه مع فاتو بن سودة، وأعتقد أنه أيضا هذه علامة إيجابية للغاية. المطلوب من الحكومة السودانية أن تلتزم بتعهداتها وأن تتقدم خطوات أكثر عملية في اتجاه تنفيذ هذا المطلب اللي ظل الملايين الضحايا في انتظار تطبيق العدالة السودانية. كيف يترجم؟ يعني تحدثنا سابقا عن سيناريوهات لمحاكمة البشير حول قضايا إقليم دارفور، أيها أرجح الآن، أن يسلم إلى لاهاي المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي أم أن يتم إنشاء محكمة خاصة به في الخرطوم مع ربما الاستعانة بمحققين حتى من الجنائية الدولية؟ أنا أرجح أن عمر البشير وبقية المطلوبين بالتحديد المتهمين اللي بيواجهوا تهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 2003 إلى 2009 ده لا يوجد مكان لمصولهم أمام المحاكم السودانية، لأن المحاكم السودانية غير مختصة باعتبار أنه هذه الجرائم لم تكن مضمنة. لم أقصد محكمة سودانية، لكن محكمة تنشأ لهذه المحاكمات تكون في الخرطوم ويكون هناك قضاء ومدعين من الجنائية. لا، أنا أستبعد هذا الاحتمال، لأنه المحكمة الجنائية جاءت إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية جاء
توصية يعني مفصلة ومحددة الأهداف من قبل المحقق الخاص بروفيسور أنتونو كاسيسي اللي قدم التوصية لإحالة الوضع لدارفور، وأنه لا يوجد أي داعي لإنشاء محكمة مؤقتة لدارفور على غرار محاكم طوكيو أو نورنبرج أو يوغوسلافيا السابقة أو رواندا، لأنه في تلك الفترة لم تكن هناك محكمة جنائية دولية. المحكمة الجنائية الدولية ظهرت للوجود في 2002، وبالتالي لا توجد أي مبررات لتكرار إنشاء محاكم تعتبر تسمى طبعا باللغة الإنجليزية ad hoc courts اللي هي محاكم مؤقتة، وهي أيضا مكلفة يعني. بالتالي وجود المحكمة الجنائية الدولية بإمكانات الحالية لا يعني يترك مجال لإنشاء أي محكمة يعني مؤقتة لدارفور، كما يستحيل أيضا محاكمة هؤلاء داخل السودان، لأنه الوضع السياسي والظروف الأمنية لا تسمح بأي حال من الأحوال يعني محاكمة هؤلاء في السودان. طيب سيد صالح، في دقيقة لو سمحت، كيف تتوقع أن يتفاعل الشارع السوداني المنقسم حول تسليم البشير من عدم تسليمه مع هذا الأمر في حال حدوثه؟ 7 مليون منتمي كان للمؤتمر الوطني موجودون الآن في السودان، أم أن الولاء انتهى بسقوط النظام؟ لا أعتقد أنه أول حاجة عدد ضحايا نظام البشير يعني يقدرون بالملايين، بس أنظر إلى ضحايا النزاع في دارفور الموجودين الآن في المعسكرات، في معسكرات النزوح أعدادهم بالملايين. أعتقد أصحاب الضمير الحي أيضا من مدافعي حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المدنية كلهم مع تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. تفضل هناك شريحة فقط وحيدة اللي هي ديل بنسموهم فلول النظام القديم والمتفعين. نعم سيد صالح، النظام القديم بطبيعة الحال هم سيكون لهم رأي آخر، لكن شكرا جزيلا سيد صالح محمود المحامي ورئيس هيئة محامي دارفور، أعتذر للمقاطعة، انتهى وقت الحلقة تماما. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من استوديو الحدث، ألقاكم غدا في حلقة جديدة، إلى اللقاء.